أولا كملاحظة أولية، أهل الخلاف عندهم اضطراب كبير في الفقه والتطبيق بالنسبة إلى مواقيت الصلاة وخاصة صلاة الفجر. قبل بضع سنوات قرأت في الأخبار وقوع اضطراب كبير بين المساجد البكرية في فلسطين مثلا بخصوص دخول وقت صلاة الفجر وبدء الصيام، حتى أنه قد تبين أن بعض المساجد تسبق في الأذان مساجد أخرى بنحو نصف ساعة وتتأخر أخرى بنحو نصف ساعة، يعني تمتد، يعني ليس هنالك وقت محدد. وروجع في ذلك مشايخ وفقهاء عندهم دون التوصل إلى نتيجة. وهذا أمر أيضا كنا نلمسه من بعض المساجد البكرية مثلا في الكويت. أيضا أتذكر لعله في التسعينيات أجري تحقيق ميداني فتبين أنه ما أتذكر الآن ثلث المساجد تقريبا تؤذن قبل دخول الوقت الشرعي وقبل إطلاق مدفع الإفطار المعروف الذي يفترض أن يكون هو يعني الموحد إيه نعم يعني هو المعيار يعني. فبشكل عام النصيحة لعموم المؤمنين أن لا يعتمدوا على أذان أهل الخلاف، فإنه لا ثقة بأذانهم أصلا، هم بينهم اضطراب، وثانيا نحن نختلف معهم أيضا في بعض الأحكام، ولذا فإن أذاننا يختلف ميقاته أو وقته عن أذانهم. بشكل عام حتى تكون المسألة مفهومة لخاصة الإخوة المهتدين الجدد، دائما يستحسن أن تعمل بالاحتياط. معنى الاحتياط ما هو؟ أنك إذا أردت أن تصلي تتمهل إلى أن تتيقن أنه قد دخل وقت الصلاة، لأنه هذا الموافق للاحتياط. الإنسان إذا أراد أن يحتاط في صلاته يحتاط بهذه الطريقة، يتمهل قليلا إلى أن يتيقن من دخول وقت الصلاة فيصلي، لا يبدأ بالصلاة بمجرد ما يسمع الأذان أو بمجرد ما يتصور أنه هذا هو وقت الصلاة أو اعتمادا على الحسابات الفلكية وما شاكل التي وهذه الجداول الموجودة. الإنسان يتمهل وليكن مثلا ربع ساعة لكي يطمئن أن وقت الصلاة قد دخل، هكذا يكون قد احتاط في الصلاة. أما في الصيام فالاحتياط يختلف. في الصيام إذا أردت أن تمسك فعليك أن تسبق وقت الأذان، وقت أذان الفجر، أمسك قبل دخول الوقت ولو بزمن وليكن نصف ساعة مثلا، حتى تكون موقنا أنك قد أمسكت قبل دخول الوقت الذي يجب أن تمسك فيه. فهكذا يكون الاحتياط في الصيام. في الإفطار العكس، لا تفطر فورا وتستعجل على رزقك، انتظر وتمهل إلى أن تتيقن من دخول وقت أذان المغرب وحلول الليل وجواز الإفطار، حينئذ أفطر. هي القضية فقط مسألة احتياط. هكذا ينجو المسلم ويقابل ربه تبارك وتعالى دون أن يكون هنالك خدش في عباداته من صلاته أو صيامه بما قد يرتب عليه ذنبا أو لا يحتسب منه صيامه أو صلاته. الآن وقت الصلاة ما هو؟ خاصة بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب حيث فيهما الابتلاء، حيث نختلف مع المخالفين في هذه المواقيت.
حسب الذي جاء عن فقه الأئمة الأطهار من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخول وقت صلاة الفجر إنما يكون بدخول الفجر الصادق لا الفجر الكاذب. والمشكلة عند أهل الخلاف أنهم كثيرا ما يصلون مع دخول ما يسمى الفجر الكاذب. ما الفرق بين الاثنين؟ الأئمة عليهم السلام قالوا: إذا رؤي نور عمودي، انبعث نور من جهة المشرق قبيل شروق الشمس، وهذا النور رأيناه على شكل عمود في السماء هكذا. الإخوة اللي ملاحظين إذا يذهبون خاصة على أطراف المدن، لأنه في داخل المدينة بسبب أضواء المدينة هذه الظاهرة لا تلاحظ، انعكاس أضواء المدينة يغطي على هذا النور. شخص إما يذهب إلى أطراف المدن إلى الصحاري يلاحظ هذه الظاهرة جيدا، يوميا تتكرر قبل شروق الشمس يعني وقت الفجر، نجد أن هنالك نورا يظهر من حيث يفترض أن تخرج الشمس. هذا النور يبدأ يظهر في السماء على شكل عمودي هكذا. كثير من المسلمين الذين لا يرجعون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام يظنون أن هذا النور هو علامة دخول الفجر، لكن الأئمة عليهم السلام قالوا هذا هو الفجر الكاذب، هذا لا تجوز فيه الصلاة. إلى الآن ما دخل الفجر الصادق. الفجر الصادق متى يدخل؟ لما نرى هذا النور، هذا النور يعترض في الأفق، يبدأ يظهر من أسفله على مستوى الأفق اعتراض في النور. هو كان عمودي النور، ثم إذا به فجأة من الأسفل يتحول إلى ماذا؟ إلى نور معترض، يبدأ يتوسع يعترض من الأسفل وبعدين ينتشر. هذا بمجرد ما يظهر من الأسفل مثل خيط النور، خيط من الأسفل، هنا دخل الفجر الصادق. الخيط الأبيض الخيط الأسود مذكور في القرآن الحكيم، هذا معنى يتبين لك مثل الخيط هكذا يظهر من الأسفل على مستوى الأفق. هذا الخيط خيط نور هكذا اعتراض في النور، هنا قد دخل وقت الفجر الصادق وبه يجوز لك أن تؤدي صلاة الفجر، ومن هنا الإمساك الحقيقي. أما بالنسبة إلى صلاة المغرب، صلاة المغرب أيضا نختلف فيها مع أهل الخلاف. هم يصلون المغرب حين يسقط أو يغيب قرص الشمس، تسقط الشمس قرصها يغيب، يقولون حل وقت المغرب. كلا، هنا حل وقت الغروب لا المغرب. المغرب بداية الليل، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأتم الصيام إلى الليل، ولم يقل إلى الغروب، بحيث يكتفي الشخص بأن تغرب عنه الشمس بعينها، قرص الشمس بعينها. لا، لابد أن يحرز دخول الليل. ما الفرق بين الاثنين؟ متى يمكن إحراز دخول الليل؟ إلى إما عليهم السلام أيضا قالوا إذا زالت الحمرة المشرقية. قرص الشمس حين يغيب تتبعه أولا حمرة مشرقية، هذه الحمرة المشرقية إذا تجاوزت سمت الرأس فتحقق زوالها، يعني انتقلت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هنا إذا تجاوزت هذه الحمرة المشرقية، تجاوزت سمت الرأس وزالت عن كبد السماء، يكون هنا إحراز دخول عليكم السلام ورحمة الله دخول وقت صلاة المغرب. إحراز هنا دخول وقت الليل، لأن الشمس وتوابعها
وهي الحمرة المشرقية قد ذهبت، هذه كلها من توابع النهار. تبقى ماذا؟ تبقى الحمرة المغربية، الحمرة المغربية من توابع الليل، فيكون ذلك إحرازا لدخول الليل. فلا بد إذن من إتمام الصيام إلى الليل لا إلى سقوط القرص فقط. هذا فرق بيننا وبين أهل الخلاف. فتقريبا إذا نحسبها بالدقائق في بلداننا الشرق أوسطية، يعني هذا المعدل تقريبا هكذا الفرق بيننا وبينهم في الأذان، يكون ما بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة بحسب اختلاف الآفاق. نتيجة من الجيد المرء الآن، الشخص مثلا في مصر هو متبع لأهل البيت عليهم السلام وعامل بفقههم، لا يتفطر، لا يصلي المغرب إلا بعدما يسمع أذانهم بنحو 20 دقيقة، يكون هنا مطمئن أنه إن شاء الله أدى ما عليه وصيامه مقبول، مو أنه صام طوال اليوم وآخر شيء خرب بسبب دقائق قد استعجل في الإفطار فيها. ينتظر 20 دقيقة، 3 ساعة، وثم يفطر. في صلاة الفجر كذلك يمسك مثلا قبل نصف ساعة من أذانهم، وثم لا يصلي إلا بعدما يمضي على أذانهم الثاني، الأذان الذي يقولون إنه يعني أذان الفجر، مثلا أيضا ربع ساعة إلى 20 دقيقة، أيضا حتى يطمئن أن وقت صلاة الفجر قد دخل. أما بالنسبة إلى الزوال فلا يبدو، يعني صلاة الظهر، صلاة الظهر لا يبدو أن هنالك فرقا كبيرا بيننا وبينهم، لأنه الزوال واضح محدد عندنا وعندهم على السواء، مجرد أن تزول الشمس عن كبد السماء، بحيث إما ينعدم ظل الشاخص، إذا وضعنا شاخصا على الأرض هكذا الشمس تأتي إلى فوق، أولا الظل هذا أول ما تشرق الشمس يكون طويل بجهة الغرب، شوي شوي يبدأ الظل هذا يتناقص يتناقص، إما إلى أن ينعدم كلية كما في مكة مثلا، وإما أنه لا يبقى إلى حد معين ثم بعد إذن يبدأ بالزيادة من جديد، لأن الشمس تنتقل عن كبد السماء إلى جهة الغرب، فيبدأ الظل يتمدد من جهة الشرق، هنا العكس يصير. فإذا ما بلغ هذا الظل، ظل الشاخص بلغ أقصر مسافة ثم بعد إذن بدأ يزيد أو يطول من جديد، هنا قد حل وقت صلاة الظهر، هنا تحقق وقت الزوال، هذا دلوك الشمس زوال يعني. بيننا وبينهم لا يبدو هنالك اختلاف كبير في هذه المسألة، فللمرء أن يصلي على أذانهم، وللاحتياط أيضا لا بأس أن يحتاط بدقيقتين مثلا فقط لإفراغ الذمة وللكون على طمأنينة. صلاة العصر وصلاة العشاء، نبهنا سابقا هاتان الصلاتان السنة هي هذه: إذا أردت أن تصلي النوافل اليومية فالسنة أن تفرق بينهما، أي تفرق بين الظهر والعصر، لا تجمعهما معا. أما إذا لم تكن ترد أن تصلي النوافل اليومية، يعني الآن مثلا نافلة الظهر 8 ركعات، صحيح نافلة العصر 8 ركعات، هذه تأخذ وقتا، فالسنة إذا أردت أن تؤدي هذه الصلوات المستحبات المندوبات المسنونة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يصلي هذه الصلوات لا يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما إذا لم يكن يرد أن يصلي مثلا حتى في غير السفر، حتى في غير المطر، إنسان في يومه هذا لا يريد أن يصلي، عنده أشغال، عنده أعمال، فالسنة الأولى أن المرء يجمع بين الصلاتين. لماذا؟ لأنه هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا للعلم وارد في أحاديث أهل الخلاف، كالحديث الشهير عندهم أنه أراد أن لا يحرج أمته،
يسأل ابن عباس تقريبا أنه أصلى رسول الله أو أجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر؟ قال نعم، أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا يضيق عليها، لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه الأمة طبيعة الحال خاصة في هذه الأوقات يعني تكون مشغولة، عندها أعمال، فإذا دائما تنقطع أعمالها من أجل أن تذهب إلى الصلاة وترجع قد يختل نظام المعيشة يوميا. على أي حال، إذا استطاع أن يفرق خير ونعمة، لم يستطع أيضا خير ونعمة، لم يرتكب شيئا، لم يصلي هو قبل الوقت، لأنه بمجرد ما ينتهي من أداء صلاة الظهر يكون قد حل وقت صلاة العصر. نعم، إذا أراد أن يصلي النوافل فللعصر هنا فضيلة فتؤخر إلى وقت الفضيلة، كذلك العشاء إذا أراد أن يفصل بالنوافل كأن يصلي الأربع ركعات نافلة المغرب بعد المغرب، فهنا السنة أن يؤخر العشاء إلى وقت فضيلتها. أما إذا لم يرد أن يصلي هذه الأربع ركعات وصلاة الغفيلة أيضا مثلا اللي هي أيضا ركعتين، يصير المجموع ست ركعات، ويقرأ شيئا من القرآن، شيئا من التعقيبات، شيئا من الأدعية الشريفة المأثورة، فالسنة والفضيلة أن يجمع ما بين المغرب والعشاء، لأن مواقيت الصلاة بالأصل في كتاب الله عز وجل ثلاثة وليست خمسة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. شوف ثلاثة مواقيت، دلوك الشمس هذا واحد، غسق الليل شنو؟ اثنين، قرآن الفجر شنو؟ ثلاثة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهي بالأصل ثلاث مواقيت وليست خمسة، تصبح خمسا إذا من ضمت إليها النوافل الرواتب اليومية على نحو الفضيلة والسنة. لم ترد ذلك لا إثم عليك، ينقص أجرك، لكن اجمع بين الصلاتين حينئذ فذلك هو الأولى والأفضل لك، هكذا تكون السنة.